والعباد كيف ينظرون؟ دائما لابد أن ينظروا إلى المستقبل بأنه خير، لأن الله جل وعلا يحب من عبده الفأل الحسن. الله جل وعلا لا يحب التشاؤم ولا أهل التشاؤم. ثانيا، يحب من عباده الفأل الحسن، والفأل الحسن هي الكلمة الطيبة ومعها الفكرة الطيبة التي تفتح وتشرح الصدر. وكذلك الله جل وعلا يحب من عبده أن يظن به أنه يفرج همه. ولذلك سوء الظن بالله جل وعلا هذا من خصال الجاهلية، ومن سوء الظن أن تظن أن الله جل وعلا يفعل بك السوء، وهذا لو أتى به الشيطان إليك فلابد أن تنفيه في نفسك أو من حولك وإلى آخره، وأن تظن دائما بالله خيرا. نحن ولله الحمد في بلادنا المباركة المملكة العربية السعودية لم نعتد من الله جل وعلا إلا على الخير وعلى مغفرة آثار الذنب في الدنيا، وأن الله جل وعلا يسمح ونرجو بمغفرة آثار الذنب في الآخرة، وأنه يعطينا أكثر مما نرجو. وهذا هو الذي مر علينا في عقود من الزمن ولم نرى من ربنا إلا خيرا، وهذا هو الذي نراه مستقبلا، نرى مستقبلا الخير العظيم آت ويأتي، ونرى انفراج الهموم بجميع أنواعها آت وستأتي بإذنه تعالى. وهذا الأمر العظيم وهو انشراح الصدر بحسن الظن بالله أصل من أصول العقيدة،